Hello, this is Stormtrap Asifah, MC producer from Ramallah, Palestine. We're here in Copenhagen today with the Hope Spoken Broken team, and I'm gonna spit some verse for you right now. في هذا الحبس, in this prison, شوف. يوم ورا يوم بحاول استوعب قديش ثمن الحرية قديش بدنا وقت وجهد تصير أحلامنا واقعية وين النية بفضلوا أفكار وبضائع أجنبية استعمار كولونيالية مصالح برجوازية ما حننسى ولا حنسامح كله مسجل عالدفاتر رح نقاتل تخيل شعب كامل على أرضك ماسك سلاح بده يهجرك وانت على الكنباية ملك الوحيد حساب بنكك لهيك ناس خرا مش حتبسم طالع عالشارع ملثم مع شوية أمل إنه الوضع رح يتحسن بتعطيش سلام تاخذ السلام يمكن الليلة في ربي أنام لأني عندي أحلام لالي بلا نوم رح تسمع خبط على الباب ومش رنع على الانتركوم حتى لا ممكن توصلك رسالتك من السقف وقت عد الشقف ماتت عيلة كاملة اليوم ما بقربولي مش نفس البلد مش نفس اللون بمد ايدي حتى لو بلدك كتير بعيدة بمد ايدي حتى لو بلدك كتير بعيدة اول بزيح الفتنة والفساد عن طريقي عشان اوصل عدوي الحقيقي بحاول يسكتني بلقمة بعد ما شردني لبسني تهمة اللي عاش وشاف غير غسيل دماغ عنصرية معاناة كمان يوم في فلسطين كمان حلقة مستوطن حرق الشجرة حرب اهلية وسخة في راسي عم تدخل الطلقة ايوه هيك شوف كيف اشحد اشحدد ما بدك بس عالشرط ان الظل والاحتلال ما يهمك عارفك تعبد الشكل هيك الوضع حاليا الكل عايش بعقلية مالية ناس ملهية ماليا سلام اقتصادي فيض نتنياهو حكي فاضي بدهم الشعب يرضى غصب عنه هو مش راضي اعمل كل اللي بتقدر تعمله عشان تنسى الاحتلال اكبر صحن كنافة مسابقة ملكة جمال مع الحق اكون مسلح مش مشلح مجرح جسديا سيكولوجيا نفسيا في هذا الحبس عندي الحق ادافع عن النفس عندي الحق ادافع عن النفس. So look out for the project, look out for the mixtape coming soon. Peace.